وديته لواحد السبيطار، كنت متبعه معاهم داكشي تما عندي الاوراق ديالهم. ملي درت قلت غنحيد الشك نشوف واش الدري عنده الضيق، ديتو السبيطار ديال بنورج، كنت متبعه معاه عاوتاني تما على حساب اساس عنده لازم. ملي جيت نشوف لقيت هو ما عندوش لازم، يعني الطبيبه ما كطيه لا تحاليل لا راديو ولا تلفاز لا حتى شي حاجه، برك كتخرج لي الدواء. وانا ملي قلت لها واحد النهار انا راه ما عنديش باش نبقى ناخذ الدواء، قالت لي سيري شوفي المحسنين اللي كياخذوا لك الدواء. قلت لها المحسن انا تقهر ما بقى حتى شي واحد باغي ياخذ لي الدواء صافي. ويجي واحد السيده محسنه جات كانت مصيها عليا امها الله يرحمها، وهي تقول لها انت، قالت لها راه قالت لها هاد السيده راه ما فحالهاش وداك الشيء، راه عندها ولده مريض راه كي ها كيدير الدواء ديال لازم وداك الشيء. داتني عند الدكتور الله يكثر خيره، داتني هي اللي خلصت لي الفيزيجا ودخلتني داك النهار. ساعدنا غير واحد الطبيب كيعرف هاد السيده محسنه، دخلنا عند الدكتور صافي. ملي دار ليه واحد تي وحشك فني فوه بطولي في قرجوتو، ملي شعل لي التلفازه بان لي داك الشيء عنده في الحنجره صافي. هو يقول لي الدري قال لي راه مكرفص، قال لي فيك تيبي الاعوام كلها. قلت لي انا راه كنت كنجري معاه من القنت القنت انا ما كرهتش. قال لي الدري ما عندوش لازم، قال لي الدري عنده بابي في الحنجره صافي. قال لي عنده عمليه ارجو، ما داش العمليه ارجو غيموت صافي. كتب لي العمليه بحال مشينا عنده اليوم الغد لين خصني ندير العمليه. مشينا الغد لين جات عندي السيده الغد لين ما داش العمليه في كلينيك، مع العمليه دارت مليون ونص باش دارت في الكلينيك. خلصت علي محسنين، خلصت لي الفيزيتا والتحاليل والراديو وكل شيء هادشي والعمليه. ملي مشى دار العمليه النهار الثاني خرج. المهم الحمد لله يعني دار العمليه. عاوتاني ملي جينا نشوفو عيطت للسيده المحسنه دارت لي العمليه، كانت مسكينه حامله داك الساعه، بداك الخلعه داز لها نزيف، الخلعه ديال ولدي داز لها نزيف مسكين. وليت كنقول ناري انا ما كانش عليا كاع نقولها لها كاع، وليت كنندم في راسي كنقول هي مسكينه داتها خير وانا شوف اش درت معاها صافي. هي داك عاوتاني قال لي الطبيب اللي فتح لي قال لي خصي يدير عمليه، يعني كل عمليه خصي يديرها يعني الثمن باغي الثمن، وانا ما في استطاعتيش باش ندير لي هاد العمليه. والعملية الثانية درتها لي في 2013، درتها لي في 20 غشت. هاد الطبيب لي في كلينيك هو لي كتب لي واحد البرا وديتها لعند الطبيب في 20 غشت، هو لي دار لي العملية الثانية في 2013 في رمضان صافي. درت لي العملية في 2013 لدابا الحمد لله دابا بخير، ولكن عندو داك الوسيسة تتنوض، عندو نتوة. دابا أنا سولت الطبيب قلت لي واش هاديك البلاصة لي تتنوض فيها ميمكنلكش تقتل لي العرق، قال لي لا ما نقدرش انا اللي داك الشيء الخدمه ديالي هو اللي تندير، شي حاجه اخرى ما نقدرش نديرها. انا قلت لي واش دابا عنده شي حاجه خايبه فيها، قال لي لا ما عنده حتى شي حاجه. كيعطيني التحاليل قال لي كون كانت شي حاجه عنده انا نعطيك التحاليل، نقول لك سيري دير التحاليل وجيبيهم لي صافي. بقيت بحال هكا دابا عنده كل كونترول عنده من 3 شهور تمشي يدير حشكتي وفنيفو كبطولي في قرجوطه تيشوف واش كيتنفس مزيان بالليل.